اهلا بيكم مشاهدينا الجمال في حلقه جديده من حلقات صناع السعاده. يا رب سنه سعيده علينا من غير كورونا ولا اوباء، يا رب احفظنا واحفظ اولادنا واحفظ مصر وشعبها من كل داء ووباء. تطور عظيم في مجال طب الاسنان وخاصه تقويم وتجميل الفم والاسنان. انت تقدر عن طريق تقويم الاسنان ان انت تغير شكل الفك والاسنان تماما. تقدر كمان تعالج فراغات الاسنان، تقدر كمان تعالج اعوجاج الاسنان ومشاكل تانية كتيرة جدا نقدر نحلها عن طريق تقويم الأسنان. تطور عظيم ونتائج عظيمة نقدر نحصل عليها من تقويم الأسنان. هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن أحدث صيحات تقويم وتجميل الفم والأسنان مع دكتورتنا المتميزة دكتور رضوى علام، استشاري تقويم وتجميل الفم والأسنان. أهلا بيكي نورتيني. أهلا بيكي أستاذة مي. أهلا بيكي. أولا أحب أصبح عليكي أستاذة مي، أصبح على السادة المشاهدين، وإن شاء الله تكون حلقة كويسة و كل السادة يستفادوا منها ان شاء الله. انا مبسوطة جدا انك نورتيني تاني في صناع السعادة. طبعا انت تابعت الحلقة. شرف ليا والله. شرف لينا والله. دكتور رضوى قيمة وقامة من قامات طب الاسنان، مش عشان هي معانا النهاردة، لا هي ما شاء الله عليها فعلا شاطرة جدا. تقويم الاسنان مهم جدا، عايزة حضرتك باذن الله تبقى حلقة شيقة، عايزة حضرتك تعرفينا في البداية ايه هو تقويم الاسنان وامتى بنلجأ لاستخدامه. طيب اولا تقويم الاسنان احنا بنتكلم على مجال متطور قوي من طب الفم والاسنان، يعني لازم كل اللي يشتغل فيه يبقى محضر فيه دراسات عليا، دي حاجه اساسيه يعني معانا الاول. هو تقويم الاسنان ده بيعالج ايه؟ بيعالج علاقه الاسنان مع بعضها، علاقه الاسنان بالفك الموجوده فيه، علاقه الفكين العظمين ببعض. تمام. فلو ظهر اي مشكله في المشاكل دي بسرعه المريض بيلجأ لدكتور تقويم الاسنان. تمام. عشان تقدر الاسنان ان هي تقوم بدورها تجاه الاكل وتجاه الكلام. ايوه طبعا، لو حصل المريض اي مشكله جماليه تمام في المضغ، في نطق بعض الحروف زي السين والصاد، طبعا تمام بسرعه يلحق الحاله، لان الحالات دي لو اهملناها الوضع بيكون أسوأ، وخاصه في السن الصغير لازم الامهات يبقى عندهم وعي تجاه اطفالهم. طبعا طبعا، احنا بننصح كل الامهات ان هي بتخلي الولاد يزوروا عياده الاسنان. المفروض من سن كام؟ ابتداء من 6 سنين. طيب. ليه 6 سنين؟ لان بتبتدي عند 6 سنين اول سنه بتقع وبيطلع السنان الثابته المستديمه. تمام. فده الميكس دنتيشن من 6 سنين لحد 11 12 سنه لازم نتابع في عياده اسنان. ولا ينفع نخلع بدري ولا ينفع نتاخر. طبعا طبعا نقطه مهمه جدا جدا جدا، بتسبب انعواج في الاسنان. طبعا الخلع المبكر، اما نخلع بدري تمام، احنا زي مثلا ضرس وصل العصب المريض اهمله وعمل خراج خلعه تمام عند سن 6 سنين، ابتدى في الضرس ده جنبي ضرسين، احنا خلعنا ضرس الضرسين تمام المجاورين له هيبتدوا يميلوا في المكان الفاضي، خدوا المكان بتاعه. لان اسنان الاطفال كلها واسناننا عموما كلها في حركه مستمره. حركه طبعا النوتس ما حدش بيشوفها بس غير ملحوظه. فيجي الضرس عند 10 سنين 11 سنه يطلع يلاقي المكان ضيق فبيطلع بره او جوه. تمام. فبيسبب انعواج الاسنان. ده بالنسبه للخلع المبكر. نلجا بعد كده لتقويم الاسنان. فانا غنى عن ده من البدايه. ايوه، ان انا لو كشفت على الطفل ولقيت عنده خلع مبكر بسرعه بحط سبيس مينترنر. سبيس مينترنر نحفظ المسافه عشان الضروس ما تتعوجش. تمام. بيثبتهم. تمام؟ تمام. انما بالنسبه للخلع المتاخر، يعني مثلا الولد جه 6 سنين المفروض السنه تتخلع، ما اتخلعتش. اصبح عندنا 6 ونص. تمام. السنه فيها الربشن فورس عايزه تطلع المستديمه، خرجت بره. ايوه، هتطلع لبره لجوه. احنا وصلنا بقى يعني. فطبعا بنعمل انعواج في السنين بسبب برضو نعمل تقويم اسنان. تقويم اسنان احنا بنغنى عن ده من البدايه. في البدايه ان احنا نتابع مواعيد الخلع الصحيحه، ان احنا نتبعها المواعيد، بنخلع بانتظام في اللي الدكتور يقول عليه المواعيد. ان شاء الله نتجنب المشكله دي بشكل كبير يعني. تمام. عايزين حضرتك تكلمينا عن انواع تقويم الاسنان. طيب بصي، هو دلوقتي في طفرات وتقنيات والدنيا تطور هايل في مجال تقويم الاسنان، فاحنا في التقويم اللي هو القديم التقليدي المتعارف عليه اللي هو الثابت، جهاز التقويم الثابت. تمام. تمام. عباره عن بريسز واير المعدني. بريسز واير، يعني انا جايبه شكل كده توضيحي اللي هو ده. بصي يا استاذه مي، ده البريسز واير. تمام. وفي منه سيراميك شفاف ده ثابت على السنين، ده معدني وشفاف. ده المريض ما بيجيش ناحيته، انا اللي بشتغله بحطه. تمام. بلزعه على السنين على سطح السنين والمريض ما بيجيش ناحيته خالص. انت اللي بتشتغلي عليه، انت اللي بتعملي المتابعات. طبعا ليه طبعا. كل التفاصيل بقى. المريض ما بيمنوش. وفي تقويم شفاف، تقويم الشفاف ده دي تري
قالب شفاف المريض بيلبسه تمام لمده 20 ساعه في اليوم، من 20 ل 22 ساعه في اليوم، بيخلعوا ساعه الاكل بس. دي تقنيه عاليه جدا. لا لا خالص ما ينفعش، دي تقنيه عاليه ادفانسد عن اللي هو مستخدمه كتير في كتير. دي بقى مناسبه للناس اللي ما بتحبش البريسز والواير، او مثلا في مجال الاعلام هيطلعوا هوا زي حضرتك كده، او مش حابين شكل الضحكه بتاعتهم تبقى فيها بريسز واير. والكوست بتاعته عاليه، هي طبعا كل ما التكنولوجي زادت كل ما الكوست رفعت معنا. طبعا تمام، كل ما الرفاهيه زادت كل ما بقى افضل. دي ميزتها ايه غير ان هي الشكل الجمالي؟ ان هي بتحافظ على صحه الفم واللسان، يعني سهل التفريش، بتقدري تنضفي كويس، مش زي البريسز العاديه. البريسز العاديه الاكل بيبقى ما بين تمام بيتحشر يعني بيتحشر ما بين البريسز، لان البريسز بتجمع بقايا الاكل. ودول احنا بنتكلم في رينج من 11 ل 14 سنه، دول اطفال مش عارفين قوي يغسلوا بطريقه ما بين البريسز مظبوط. تمام، فدي التقويم المتحرك او الشفاف ما بيجمعش اكل زي البريسز العادي. تمام. طيب وظيفه الاسنان، بنعمل تقويم الاسنان مش عشان يبقى شكل اسناننا حلو بس، ابتسامتنا حلوه بس، لا احنا بنحل مشكلة عشان طبعاً تقدر الأسنان تقوم بدورها ووظيفة تجاه الأكل وتجاه الكلام. عايزين الإضافة من حضرتك. طيب فعلا هو كتير من الأطفال بيجيلي في العيادة وفجأة في عضة مفتوحة open bite. تمام، دي بنصح طبعا أي حد يعني دي أكتر الحالات مشكلة الشايعة عند الأطفال اللي بتقابل حضرتك. أيوة، بيبقى الطفل متأثر نفسيا بطريقة مش طبيعية، إنه مش عارف يضحك. ابتسامه، ما فيش ابتسامه، متخيله يعني ايه اوبن بايت؟ عظمه في السنان اللي فوق. الداتا والصور اللي معانا بعد اذنك. السنان اللي فوق مش لامسه اللي تحت، يعني البق مفتوح، مش عارف ينطق سين وصاد، مش عارف يقطع زي الولاد الطبيعيين بيقطعوا ساندوتش او اي حاجه. مشكله في الاكل ومشكله في الكلام. في الكلام تمام. ومشكله في الضحك. اوكي تمام، لازم الحالات دي من الحالات اللي بنقول عليها سهله بس صعبه التشخيص. انا بالنسبه لي الحاله دي حلها تشخيص مظبوط، اعرف لان لها كذا كذا سبب. تمام، معانا الصور. لا دي العضه بقى المعكوسه. دي المعكوسه. ما هي يعني تمام، العضه المعكوسه ان الفك، نقولها ببساطه، الفك ببساطة السفلي متقدم عن العلوي. تمام، زي ما احنا شايفين في الصوره فوق سابق السفلي فوق، الفك العلوي سابق السفلي. لا السفلي مفهم الناس بالراحه، السفلي متقدم عن العلوي. تمام تمام، تلاقي الدقن دايما بارزه بالظبط كده. تمام، النورمال ان العلوي سابق السفلي. تمام، ده النورمال. انما الابنورمال لو الامهات ابتدت تلاحظ ان الولاد الدقن عماله تطول خليها معانا، دي مشكله. تمام. طبعا البنوته دي جات لي عندها 8 سنين. تمام، ابتدينا عن 9 النتيجه اللي هي في الصوره الثانيه. مش اي حد يشخص ومش اي حد يعالج. أيوة، في السن الصغير ده دي عشان نوصل للنتيجه دي. هتشوفوا معانا دلوقتي معظم الحالات اطفال. طبعا الحاله دي بقول لك شغل تقريبا 8 شهور بالجهاز، والبنت ما شاء الله عليها نتيجة يعني كانت رائعة متعاونه. تمام، ده بروز في العظم بتاع المجزلة. تمام، قدرنا ان احنا نحط جهاز في سقف البق يوسع المجزلة. انا حابه الصوره دي عشان تشوفي فيه سبيس كده ما بين الفك. ايوه من فوق اكيد كده؟ خدتي بالك ان في سبيس ما بين التو سنترال. نتيجه تحفه. فبيفرق جدا في شكل الابتسامه. جميله، اجمل ابتسامة. طبعا في السمايل اناليسيس لازم الطفل يضحك، السنان كلها مرسومه. فدي مشكله الفراغ اللي اتكلمنا عنه قبل الهوا. فراغ من يعني تعتبر سهله وصعبه في نفس الوقت. بصي انا حاسه بالبهجه في الصوره هنا، حطت روج هي. أيوة، يعني حبت نفسها. الاول كان البنوته مش عارفه تضحك، بتقولي انا حاسه هي مش خلعه. مش خلعه اسنان. لا، هي المشكله دي حصلت لها ليه بقى؟ ما هو ده التشخيص الصح اللي بقول لك عليه من البدايه، ان البنت دي عندها عضه معكوسه، عضه عميقه ديب بايت. متخيله انت شايفه السنان اللي تحت؟ لا مش متشافه، داخله جوه. السنان اللي تحت كومبليتلي قافله مع اللي فوق. وابتدى الناب اللي ازاي تحت. ده كان عندها ازمه. الناب اللي تحت هو اللي عمل الفراغات دي. تمام، فاحنا بناء عليه صلحنا العضه بجهاز انتيريور بايت بليت، وابتدينا نشتغل تقويم اسنان ولمينا الفراغات، طلعنا الناب لقدام شويه. احنا بنتكلم على ملي متر. تمام. مش ملي يعني، مش بنتكلم، مش اي دكتور اسنان يا جماعه تروحوا له. لان انا لو متخيله لو شديت السنان لورا رائعه فوق الرائعه ده. ودي طبعا الحاله دي ايه؟ تراكب اسنان. تراكب اسنان. لان برضو المجزله صغيره. ما هو في زي ما بقول لحضرتك بقى استاذه مي، في نقطه مهمه قوي. اما الطفل يكشف عن سن مبكر.
عن 6 سنين. انا لو لقيت المجزله تلحقي. صغيره اعرف ان فيها هيحصل تراكب، فقبل التراكب بحط جهاز هايركس يوسع لي الفك. تمام تمام. فدي برضو جهاز يعني توسيع الفك توسيع. ده رائع. طبعا طبعا الهايركس ساحر معانا في الشغل. تمام. ده حاله مهمه جدا. الناب نفسه البايت بتاعته لجوه، يعني بيعض لجوه، متخيله؟ مش ممكن اسنان تانية خالص. فطلعناه لبره، تمام، رفعنا العضه وطلعناه لبره وعملنا حاجه اسمها انتر كاسبيشن. يعني ايه انتر كاسبيشن؟ تمام. قفلنا السنان مع بعض. تمام. عشان المضغ. والحاله دي بنوته دي عايزين نعرض كل الله الصور وكل الحالات اللي معانا عشان الناس تشوف النتائج المبهره. طبعا البنوته دي جات لي كان من دكتور تاني كان مرشح لها خلع. بس انا حسيت بعد دراسه الحاله والاشاعه اللاترال والبانوراما عنها. ايوه. وصلنا لخطه علاجيه وعملنا سمايل اناليسيز، ان انا لو خلعت هيبقى السمايل نفسها ناقصه او مش فيها شيفت او كده. تمام. فانا بصراحه الحمد لله ما خلعناش والنتيجه رائعه فوق الرائعه. دي طبعا بنوته كانت خلع ضرس كبير ورا اللي هو السكس. تمام. احنا قدرنا ان احنا نقفل الفراغ كامل بالتقويم، جهاز التقويم الثابت. نفس الحاجه ده تراكم. تمام. وسعنا المجزله وفردناه. الحاله دي بصي خدت شكل الفك، شكل الناحيه الشمال كروس بايت قافلين لجوه. ايوه ايوه. وفي الناحيه اليمين في الكناين كروس بايت. تمام. شوفي اتغير المجزله من في تشيب ليو تشيب، شكل تاني خالص. دي طبعا جهاز التشينك اب ساحر معايا، ساحر رائع. طبعا بصي هنا كروس بايت. تمام. وتراكب طبعا صغر المجزله. هنبتدي نكرر. بنوسع بنوسع الفك عشان نوصل لابتسامه جميله. ايوه. فاحنا بنتجنب المشاكل. اوكي. دي في السن الصغير. عايزين نتكلم بقى عن نقطه مهمه جدا، وهي اشعه ما قبل التقويم واهميتها. ايه هو ابتداء من المريض يجي يقول لي انا عندي مشكله، سواء في الجماليه سواء في وظيفيه في المضغ او في الكلام، احنا بنعمل يعني ببتدي الاول بسجل التشيف كومبلين بتاعته، هو عايز ايه اكتر حاجه مضايقاه، بناء عليه انا برضو بدي مثلا في درس بيقفل كروس بايت ورا، هو مش شايفه او مش عارف خطورته، هو بيبوظ القفله من ورا. فنبتدي نتناقش انا والمريض، ناخد وقتنا خالص، نصور صور فوتوغرافيه زي ما حضرتك شايفه للحاله. تمام. نبتدي بقى نفحص الفم، صحه الفم، الاورال هايجين بتاع المريض. يعني مثلا لو هو مريض لقيت فيه تورمات في اللثه، في كالكولاس كتير، ما بيغسلش اسنانه خالص، لا ما بنحطش تقويم. تمام. لان جهاز التقويم يعني لو في اهمال معلش. تمام. مع حاله السنان دي هيحصل لخلخه في السنان، وطبعا ده غير أكيد. مقبول. اكيد طبعا. اكيد طبعا. فاحنا بنظبط صحه الفم واللثه. الصوت يا جماعه بعد اذن حضراتكم. بنظبط صحه الفم واللثه لمده من 3 شهور ل 6 شهور، بعد كده بنحط جهاز التقويم الثابت. تمام. طيب فراغات الاسنان. فراغات الاسنان جميله جدا، ليها كذا علاج، بس انا احلى علاج لينا تقويم الاسنان. لان احنا بنقفل سهل، احنا اسهل من حالات كتيره شرحناها. ايوه. ممكن نقفلها بكراون، بس عشان كراونز هنبرد السنين. انا بحب دايما التقويم. احنا عايزين نقول بالعربي عشان الناس تفهم. طيب انا مذاكرين، احنا مذاكرين بس احنا عايزين نقول عربي عشان الناس تفهم. يعني انا بدل ما ابرد السنه واركب طربوش او فينير، ما انا بردت السنه، البرد ده احنا تدخل غير مرغوب فيه. فاهمه ازاي؟ فانا بالقرص بالتقويم قدرنا ان احنا نلم السنان على بعضها. توصلي لافضل نتيجه. من غير اي تبوظي صحه. أيوة الاسنان طبعاً. تستهلكيها. ايوه. انا بحب بالتقويم بظبط الاستراكشر بتاع السنه، انا مش عايزه اذيه، انا عايزه زي ما هي كده تتنقل بكل التيشو بتاعها تروح في المكان المظبوط، ويبقى كده احنا تمام. يعني صعب قوي ان انت بتحركي الاسنان. أيوة. داخل الفك ده. أيوة. فن مش اي حد يدرس طب يروح يشتغل طب اسنان. طب اسنان ده ما يدخلوش الا الناس الشاطره عشان ما نشوفش الكوارث اللي احنا بنشوفها. في سيستم جديد متحيز والله، ما شاء الله النتائج احنا كلنا شايفينها. أيوة. في كمان بقى سيستم جديد اسمه الديمون سيستم. ده حاجه تكنولوجي عاليه جدا. تمام. ده ادفانسد. ده سيلف ليجيتنج، يعني بيقفل بلوك بقفل كده على السنه. يعني مش زي القرص العادي بيقفل بمطاط باستك. فدايما في مش في تعب. جسم غريب داخل الفم. وبناخد فرصه عاليه عشان نقدر نحرك السنه. قوه عاليه. ايوه قوه عاليه.
الديمون سيستم باقل كل قوه. كل التحريك عامه في تقويم الاسنان معتمد على القوه، قوه التحريك. الديمون سيستم ليس فورس، قوه بسيطه خالص بتحرك حركه كبيره جدا، فساحر معانا في تقويم الاسنان، وبيعمل هو البريسز بتاعته بتعمل ارش اكسبانشن، يعني بتوسع الفك، فاحنا نبتدي نرص الاسنان ونرتبها. اوكي معانا اتصالات، اتفضل. اوكي كمل، اتفضلي يا دكتور. فممكن بنسرع لما يجي المريض يقول لي انا مستعجل، انا ورايا سفر، انا ورايا عايز اخلص الحاله، بنعمل ميني سكرو مسامير. عارفه انت بقى الامبلانت الزرعات في زيها ميني. معانا محمد من الجيزه، اهلا بحضرتك يا فندم. سلام يا فندم، اهلا بيك، نورت صناع السعاده. لو سمحت يا فندم، بس اسال دكتور سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل الدكتور معاك. لو سمحت يا فندم، انا عندي ابن انس عنده 6 سنين. تمام. وكان موجود عنده الشفه الارنبيه. تمام. ماشي يا فندم، عامل شفه ارنبيه. تمام. وعنده اللثه مش مظبوطه، وعنده في سنان موجوده وسنان مش موجوده، وسنان بتقع. طب مش عارف اعمل ايه يا فندم. لا هو 6 سنين دكتور هترد على حضرتك. شكرا يا استاذ محمد. طبعا 6 سنين هتبتدي اول سنتين تحت اللي هم سنترال هيبتدوا دول بس. انما بالنسبه لباقي الاسنان لسه ميعادها ما جاش. تمام. فهم السنتين اللي وقعوا دول نورمال. الشفه الارنبيه دي ايه؟ ما هي دي حاله بقى، حاله عمر وراثيه، ولها شغل جراحه، ده شغل كبير تاني. جراحي. جراحي يعني انت التشخيص بتاعك جراحي واسنان. طبعا، فلازم بالمعاونه مع دكتور جراحه وجه وفكين وجه. تمام. فدي بس هو ان هما السنتين وقعوا ده نورمال جدا، ما فيش اي مشكله خالص. ده طبيعي. هيبتدي يغير في 6 سنين، احنا قلنا سن 6 سنين. انما اكيد لسه السنتين السنتر اللي فوق عند 7، لسه هو الولد ما جاش 7. تمام. فهو كده تمام يعني، بس طبعا بيستشير دكتور جراحه الوجه اللي متابع معاه. تمام. عايزين نعرف من حضرتك يا دكتور، ايه التعليمات اللي بتديها المريض تقويم الاسنان؟ وايه الحاجات اللي ما ينفعش يجيبها خالص؟ احنا بنتفق من الاول، دي في اول زياره. هتلتزم ولا مش هتلتزم؟ ايوه تلتزم نشتغل، ما تلتزمش خلاص. لان لو ما التزمناش هيحصل ايه؟ مشاكل كبيره جدا. تمام. اول حاجه تنظيف فرشه ومعجون اساسي. كنا بنغسل مره، فاحنا بفرشه التقويم يا جماعه. يا جماعه فرشه ومعجون اساسي في تقويم الاسنان، الفرشه الخاصه بالتقويم عشان ندخلها ما بين البريسز ونغسل كويس. تمام. وطبعا بنستخدم ماوس ووش، مضمضه. تمام. المضمضه يعني افضل مره واحده بالليل بس. تمام. قبل النوم. ليه يا دكتور؟ مره واحده لان كترها، انا اكتشفت قابلني ناس كتيره بتتمضمض مثلا 5 مرات في اليوم، ما ينفعش. لان انت كده بتقتل النورمال فلورا، في بكتيريا نافعه. فما ينفعش، بتأدي جفاف الفم ومشاكل، ممكن تزود التسوس. تمام. فممنوع، هي مره واحده بس، زي عنايه يوميه بالليل بس. اهم حاجه طبعا غسيل بالليل، عشان اما بنيجي ننام واحنا مش غاسلين سناننا، بقايا الاكل بتفرز احماض، بتعمل تسوسات. بس ببساطه مش هتهتم باسنانك ونظافه اسنانك وتعليمات الطبيب، مش هتوصل لنتيجه تقويم اسنان سليمه. هتخلص التقويم وهتظبط شكل اسنانك والابتسامه الحلوه، هتلاقي الاسنان كلها مسوسه وهنضطر نقلعها، فاحنا مجهودنا على الارض. بالعكس، احنا ممكن نسيبها زي ما هي كده، ومش مهم ان هي متراكبه يعني او مزدحمه. ثانيا ممنوعات الاكل. انا فوجئت في ناس كتير، مهمه جدا، تيجي تقول لي اصل البريس ستيف، اصل اكلت فشار، اكلت مكسرات، اكلت الحاجات دي هارد، بنقول هارد فود. لا سوفت هارد خالص، سوفت فود، سوفت كله سوفت دايت، وما فيش ستيكي. اي حاجه بتلزق، ما هي هتمسك في البريسز، هتعمل تسوسات، هتعمل مشاكل. تمام. فاهم حاجه الاكل نحافظ عليه، طبيعه الاكل ناخد بالنا قوي 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 ان هي مختلفه. تمام. مختلفه عن الطبيعي. معلش يا جماعه نستحمل شويه. تمام. الم الاسنان. طيب. عندي تركيب الاسنان في البدايه. طيب. وانا يعني بنحط جهاز التقويم على الاسنان، مش مؤلم خالص، مفيش اي الم تماما. نبتدي الوجع، او بنقول احساس بعدم الراحه، اول 3 4 ايام. بعد كده بالظبط مفيش اي حاجه، المخ بينسى خلاص. بيحصل له ادابتيشن على الجهاز الموجود، المخ خلاص بيستوعب ان ده جزء من الجسم وخلاص. الحمد لله. فتره التقويم بتبقى قد ايه؟ بتختلف من حاله للتانيه حسب كل حاله. من بسيطه ومتوسطه ومعقده. احنا عندنا حسب الحالات، يعني مثلا من 6 شهور لسنه، سنه ونص، لحد اللي هي الحالات المعقده او اللي بيبقى فيها تدخل جراحه
للتقويم دي بتاخد 3 سنين. لو في بين بيبقى في مسكن، انت قلتي لي في جل كده بيعمل طبقه عزله تقويم عن داخل الفم. في جل اللي احنا بنحطه ده للتبييض بعد التقويم. الله. طبعا لان احنا بالسنة استهلكت معايا متخيله. من الصور اللي احنا اتفرجنا عليها ان دول ما عملوش تبييض، لان ما ينفعش تعملي تبييض اسنان في وقت التقويم. بعدها ده من الاهتمام، انت الظاهر معذباه. لا انا اللي بعمل بولشنج بنفسي. المتابعه. طبعا متابعه. ايوه طبعا. المتابعه ده بتعملي فيها ايه؟ في تغيير مقاسات؟ بنغير كل شهر، بنغير واير تمام بقطر معين. السلك ده اللي هيشد السنين حسب النتيجه اللي احنا وصلنا لها. طبعا نبتدي نغسل. انا لنفسي بعمل بولشنج للسنين، بنضفها. لان دول كلهم بنتكلم في رينج من 11 ل 14 سنه، قلنا اطفال طبعا، فبتاكد لان انا اهم حاجه عندي الاستراكشر بتاع السنه، تكوين السنه. اما اجي بعد سنه ونص اشيل التقويم ما يحصلش اي مشاكل. فانا بعض الحالات بقى اللي هم مثلا 20 25 30 سنه، اما نيجي نشيل التقويم بيبقى متدارك درينك والكلام ده، بيبقى السنه ملونه. تمام. بضطر اعمل برضو ما نشربش مشروبات غامقه كتير وقت التقويم. لانه ما هو بيلون السنين. في ناس كتير بتشرب فبيلون السنين، فاحنا كده الحاله دي مضطرين نعمل بليتشنج، اللي هو بقى تبييض الاسنان بالليزر، حاجه تقنيه عاليه جدا. نتكلم باذن الله عنها في حلقه ثانيه ان شاء الله. بامر الله ان شاء ربنا. لو المريض ما التزمش بميعاد الجلسات بتاعته ايه اللي بيحصل؟ هو طبعا بيأخر لي الخطه العلاجيه، الخطه العلاجيه اللي احنا حطيناها في اول زياره تقريبا مثلا من 5 6 شهور يعني، فبيأخر الخطه العلاجيه تمام. بدل ما احنا ناخد سنه مع بعض ناخد سنه ونص. ايه مشكلته؟ ايه هتحليها ازاي؟ بتحددي الخطه العلاجيه اللي بتمشوا عليها، انت بتلتزمي وهو بيلتزم عشان خاطر توصلوا لنتيجه حلوه. طبعا. فهو لما بيجيش في المواعيد بيأخر لي الخطه العلاجيه، تبتدي السنان يحصل فيها تسوسات، بريسس تقع، الدنيا ترجعي من الاول تاني. ايوه بنأخر الحاله. فانا بنصح كل الناس ان هي تلتزم بالمواعيد وما تستعجلش الدكتور. اهم حاجه ما تستعجلش لان بيجي المريض فعلا بعد مرور 6 7 شهور مش قادر وما يلعبش في التقويم. طبعا. بس هو حته الاستعجال دي اساسيه عند الناس كلها، يعني بيبتدوا يملوا. فنفسي طبعا هو بيلاقي اسنانه اتظبطت من قدام، اللي هي مثلا سواء ازدحام، مسافات، المشاكل اللي هي المتعارفه. انا حققت النتيجه خلاص بقى. تمام. بس هو مش واخد باله ان احنا بقى لسه فاضل لنا العضه من ورا، الاطباق السنان مع بعضها. دي انا ممكن اخد فيها 6 7 شهور. العضه من ورا، من ورا اقفل من قدام الاول وبعدين. ايوه طبعا. وسلام لو مريض مثلا عنده اسنان متعوجه فوق يقول لي اشتغلي لي فوق بس، انا مش عايز اشتغل تحت، انا متضايق اصلا، انا هستحمل فوق بالعافيه. لا يا فندم ما ينفعش، لازم متكامله. لازم اهو اما رص السنين دي العضه كلها، الفك بيفتح معايا، يعني العضه نفسها بتتغير. لازم اشتغل فوق وتحت، وبقفل بإلاستيك اساتك عشان تقرب الاسنان مع بعضها عشان الاطباق، لان التقويم بيعالج وقلنا وظيفه جماليه ووظيفه وظيفه الاسنان اللي هي الاساسيه، الكلام والاكل، المضغه. طبعا. الضرس المغروس يا دكتور بتعاملي معاه ازاي؟ طبعا مشكله كبيره. ده بيبان ليه بقى في الخطه العلاجيه في الاول، في الاشعه، في البانوراما. لقينا ضرس عقل مثلا في هوريزونتال امباكشن، نايم بالعرض، هيزق جذور الاسنان اللي احنا عدلناها، هيبوظ الحاله. فده لازم في حالات انا بنبقى شغالين قرص وتقويم ونفتح ونطلع ضرس العقل، اللي هم اللي عندهم 20 21 سنه. فلا بيبقى مشكله. وفي لو النب مدفون، اللي هو في الناب المدفون، برضو بنفتح فتح جراحي بالليزر بسيط جدا، نبتدي بسلسله نشده، نسحبه ونجرجره، نجره للمكان اللي احنا عايزين نوديه فيه. والبين بيبقى لا طبعا مفيش خالص. ابتداء من الناس لما اجي اقول عايزين نحط بس مسمار نشد عليه السنان بيخافوا. لا مش موجع خالص، مفيش حاجه، بسيطه جدا، بنج موضعي والدنيا بتبقى سهله، بس نتيجته ممتازه. بشكر حضرتك جدا يا دكتور. للاسف احنا الحمد لله لمينا بنقاط كتيره، وكل الحلقه كانت مهمه جدا النهارده. بشكر حضرتك جدا. ميرسي ليك. مبسوطه ان انا شفتك النهارده، اضفتي لي واسعدتيني. واكيد معلش بنعتذر لحضراتكم ما قدرناش ناخد اتصالات بامر الله ان شاء ربنا التايم المره الجايه يبقى اطول. اهتموا باسنانكم. نجاح تقويم الاسنان بيعتمد على حاجتين، التزام المريض والخطه العلاجيه للطبيب. بشكركم مشاهدينا الجمال على حسن متابعتكم ليا، انتظروني في حلقات كتيره وجديده متنوعه من صناع السعاده. بشكركم.